السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم في برنامج سوق واقف. برنامج سوق واقف نص ساعة إن شاء الله، ما راح نكون أثقال عليكم إن شاء الله، أن نكون أخفاف عليكم. برنامجنا مدة نص ساعة إن شاء الله، أن نأخذ ونعطي وياكم أسئلتنا كلها من سوق واقف، أجواء سوق واقف. كل سؤال آلية البرنامج، كل سؤال بألف ريال احنا بنسألكم ونبي الإجابة من عندكم. طبعا الأسئلة مثل ما قلنا لكم كلها من البيئة القطرية، من المجتمع القطري، من التراث القطري، فإن شاء الله بنتساعد وياكم، ما راح نقصر وياكم. ضيفي اليوم الأستاذ عبد العزيز عبد الرحمن الملا، الله يمسيك بالخير أستاذ عبد العزيز ويا مرحبا بك. يا مرحبتين، الله يعطيكم الصحة والعافية وجزاكم الله خير على البرنامج الطيب وعلى المعلومات الطيبة اللي بيستفيدون منها كثير من المشاهدين الكرام. إن شاء الله تشرفت، الله يطول عمرك بوجودك، وإحنا إن شاء الله هنكون أخفاف عليك الليلة، وطبعا بناخذ ونعطي عن أجواء رمضان وأسئلة رمضان وش كنتوا تسوون في رمضان. بس أول شيء إحنا من آلية البرنامج عندنا الله يطول عمرك سؤال، وبعدين نقول حق المشاهدين هذه أرقام هواتفنا وناخذ ونعطي وياهم. قبل لا نسأل وقبل مثلنا البرنامج، وعلى الشاشة موجود الرقم عندكم 5 4 1 8 1 5 4 1 8 1. المثل اللي حق اليوم من الأمثال الشعبية القطرية، مثلنا يقول من رخص بالالحمة شو يصير؟ من رخص بالالحمة شو يصير؟ في تكملة حق المثل، هذه أبغي الإجابة من عندكم وعليها ألف ريال. مثل من البيئة القطرية، مثل متداول في كل مكان، في كل مكان ينقال. أهم شيء أنك ما ترخص بالشيء علشان، والتكملة من عندكم أستاذ عبد العزيز الله يحييك. يا مرحبتين بك أنت، الله يطول عمرك. من الناس اللي انشأوا في هذه البيئة وموجود في سوق واقف، أنت من اللي انولدوا في هالمنطقة. أنا أبغيك تكلمني عن سوق واقف، وبالأخص يعني عن أجواء رمضان الأول. أجواء رمضان الحقيقة في السابق يعني لا تقل عن اليوم، بس إنما كانت الأريحية أكثر ما شاء الله، بمعنى إن القلوب عند بعض، الجيران بعضهم مع بعض متواصلين، سواء كان عن طريق الباب الرئيسي أو عن طريق السطوح أو عن طريق المطابخ بين الجار وجارة، تحصل فرخة، والفرخة هذه اللي هم يتواصلون فيها عن طريق يا سلام الأكل والأكل. يا سلام. الأول ما يعني تبي الصراحة أكثر الجيران عيونهم على الباب، عندهم الخير، لكن مثل ما يقولون الأكل الغريبة، يشتهون الأكل الغريبة اللي موجودة، أكلة الجيران ما شاء الله. ما كان قبل في عملية تواصل بالتليفونات، لا، من المغرب قبل المغرب التهيئ، وقبل رمضان التهيئ بحوالي شهر شهر ونص. احنا بنرجع حق قبل رمضان وبناخذ من الأسئلة في أثناء رمضان. احنا ما نستغني منك سعد عبد العزيز، لكن برنامجنا الله يطول عمرك عندنا متصلين، احنا نسألهم إن شاء الله ونبيك بعد في نفس الوقت تساعدهم، وبنشوف من معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. من معاي؟ منيرة أخوي. يا مرحبا يا منيرة، كل عام أنت بخير، وتفضلي بالمثل شو يقول من رخص بالالحمة. والله أخوي ما عرفت، ممكن تساعدني شوي؟ أفالج. طيب أول متصل ساعدهم عبد الله بحر. أستاذ عبد العزيز هذه من الأمثال الشعبية، احنا اول وحده راحت عندنا بحر، فان شاء الله من الامثال هذه اللي احنا نتداولها طبعا نعرفها. احنا طبعا ما شاء الله الاتصالات ويانا، وبنشوف ام جاسم ان شاء الله انها تعرف المثل. ام جاسم الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالخير والنور. يا مرحبا يا ام جاسم، من رخص بالالحمه خانت به المرقة، تستاهلين الألف ريال وعليك بالمبارك إن شاء الله. تقول خانت به المرقة تستاهل، تستاهل كل خير. يعني المثل أستاذ عبد العزيز
مره خاص بالحمه خانت به المرقه. هي نفس المثل العربي اللي يقول من يهن يسل الهوان عليه ما لجرح بميت بإلامي. الله اكبر. يعني الانسان حتى الانسان اللي يرخص بنفسه ما راح يحصل من يحميه او من لا يستغنى عنه. وبعد المثل فيه سلام عبد العزيز ينضرب على كل الاشياء اللي تحيط بنا في مجتمعنا، ان الواحد لا يبي يشتري له شيء، لا يشتري شيء يعني الكواليتي ماله بسيط ويقول لك والله هي ارخص، لكن انت عندك شيء يعني احسن. على العموم احنا هذه اول مثل عندنا واول سؤال فازت عندنا الاخت ب 1000 ريال. السؤال الثاني سؤال صعب على سهل، ان شاء الله انه سهل ان شاء الله. المركب والمحمل ما يمشي بدون هذه، ما في مركب وما في لنج ما في طراد يمشي بدون هذه. هذه انا بعرف اسمها قديما، الحين اسمها البوصله. الحين البوصله، الحين يطلع لي واحد من المتصلين يقول لي البوصله، لا انا باسمها القديم الاول. عندهم هذه موجوده في المركب موجوده في اللنج، ما يبحر الا بهذه. واتمنى انكم تعرفون الاجابه. استاذ عبد العزيز يعني ممكن اقرب الاكثر لهم، احنا هم اللي بيروح دبي من دبي يبي يطلع الى المنطقه الثانيه في دبي، شو يسمون المنطقه الثانيه هذه؟ الله يرحم والديك، انت كذي بعد اعطيته يعني النص اقرب ما يكون. خلنا يركب فيها البانوش هذا ورايح هذاك الاول، الحين لا بالطياره رايح من دبي الى بيض الله وجهك. زين احنا الله يطول عمرك نبي نتكلم عن سوق وقف. اعطني سوق وقف استاذ عبد العزيز في رمضان الاول عندكم. الاول عندنا اقول رمضان بالنسبه لنا واحنا الحقيقه كنا اطفال كنا نستانس ونرتاح. ليش؟ لان الحياه سهله الحمد وما لله. في إيه وما في ما فيها الصعوبات ولا في بيننا وبين الجيران. يعني احنا احيانا ما احيانا في البيت ما نفطر حفطر بيت الجيران عادي جدا. الله ما في يقول لك لا والله الباب مسكر ولا ما في البيبان اصلا. اكثر البيبان اللي عندنا قبل الباب اذا تبطل يجيبون البيوت البيبان من الهند يخلي ب 30 سنه 40 سنه ما يتسكر. الله اكبر. يوميا عمليه الازاله اول ما بطلت يبي يبطلون البيبان يبي يسكرون تكسرت. ما شاء الله ما شاء الله. العموم عندنا احنا اتصال. السلام عليكم ياسر. هلا مرحبا، شو اخبارك؟ مبارك. الله يرحم والديك ويسلمك. شلونك طيب؟ ها ياسر ما شاء الله عليك، كأنك تعرف البوصله. ايه الديره. الديره؟ ايه. والله ديرتك عدله ما شاء الله عليك وتستاهل 1000 ريال، والله يبارك لك ان شاء الله ومبروك عليك الشهر. لا اكيد 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 شاف حظه في الديره ولذلك قال الديره. وانت بعد ما شاء الله عليك ما قصرت بين بر دبي وبر ديره. بر ديره نعم. قربت الموضوع. هذه الاجابه. زين الغيص طبعا يا جماعه احنا اسئلتنا البدايه بحريه وبعدين عندنا اسئله بريه، بس الحين بنبدا بالبحر وبعدين بنبدا وياكم في البر. الغيص اذا يبي يغوص يحط على يده على اصابع يده يلده صغيره، على اصابع يده يلده صغيره طبعا عشان ما تتجرح لي يشيل المحار ولا بيحرك شيء في البحر في القوع ما تقطع اصابعه. هذه اليلده انا بعرف اسمها وانا متاكد ان شاء الله انكم تعرفونها، الجلده الصغيره تنحط على الصبع شو اسمها هذه تعرفونها انتم. هذه واحده من اسئلتنا. استاذ عبد العزيز القرقعان قرب. نعم. شلون اجواء عفوا القرقعان؟ الحقيقه يعني خاصه للاطفال يعملون حسابها الف حساب لها، وحتى الشخص اللي ينسى الحقيقه يجيب القرقعان البيت يذكرونه
حتى هو راح طالع، لا تنسى وانت رايح، لا تنسى وانت رايح، فيروح السوق يجيب. لكن الان الشيء الغريب في الامر، هو غريب، هو نوع من التطور يعني. نعم. في بعض الناس يقول لك لا والله يلبسون ملابس تشبه الملابس الهنديه، تشبه الملابس المدري شنو تلبس، لا هاي تطور، تطور يمكن الشعوب. يمكن صعب العزيز تعبير عن فرحه، تعبير عن الفرحه باسلوب حضاري. بعد يعني احنا بعد احنا الله يطول يعني عمرك نبي راشد يعبر عن فرحته، ان شاء الله انه يعرف الاجابه. عبد راشد الله يمسيك بالخير. الو السلام راشد. عليكم. عليكم السلام. من معاي؟ راشد. مرحبا يا راشد. شو اسمها القطعه ذي اللي تنحط على اليد؟ يما تسمع؟ ها؟ ها؟ راشد ما سمعك. القطعة الصغيرة اللي تنحط في الصبع، الغيص يحطها على صبعه، شو يسمونها؟ ساعدني. بساعدك انا بس تعرف شكل البلاق. ها؟ شكل البلاق. لا هناك راشد. عند راشد. نعم. في لو في يدك الان خيط، شليت من الخيط حرف، شو يطلع من تحت؟ يعني خيط، الخيط خيط خياطة. شلينا تحت اليا، حطينا نقطة تحت بدل من نقطتين، شو يطلع بعد؟ انت ما قصرت يا راشد. راشد شو يطلع؟ يلا يلا حطني. راشد تعرف تسبح؟ ايه. زين قول لي ايش قلت؟ خط. الله يرحم والديك. تستاهل شاطر ما شاء الله عليك. تستاهل 1000 ريال. تستاهل اكثر. يسمونه الخبط، وهو ينحط على الصبع عشان الغيص، وانت ان شاء الله انك بتكون غيص كبير. واحنا يا راشد باجابتك هذه بنطلع فاصل، وخلي الاستاذ عبد العزيز يشرب قهوه. مشاهدينا فاصل صغير وراجعين لكم ان شاء الله. حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم. طبعا قلت لكم انا الاسئله الاوليه بحريه، وحين عندنا اسئله بريه. هذه ما شاء الله كم من قطعه جبت لكم، فان شاء الله اول سؤال نبته بريه، اول سؤال نبته بريه. ابغيكم تعرفون هذه النبته البريه، يحبها ضيفي، يحبها استاذ عبد العزيز. وطبعا ما شاء الله عليه يقول هذه كنا نسويها في المضروبة، طبعا سوونها مضروبة وتنكل. لا ويقول بعد لي عصرته فيها حليب مثل الحليب، مادة لزجتة. هذه من الأصور اللي موجودة في البيئة القطرية. هذه موسمية أتي وانتشفق على شوفت وعلى دوارت، تعال كهني عندي، تعال هني عندي، نفس الفقع بس هذه أقل شوي درجة. لا ويسوونها بعد من الأشار بعد؟ إي وما شاء الله. وخاصة يبون أكثر شيء من البحرين، أشار البحرين. 5 4 مشاهدينا، 5 4 1 8 1. هذه صبع واحد من ربع مقصوص طبعا، وحاط النبته في يده. هاي صبعه وصبعه مجروح. هذه اي واحده منهم. طبعا احنا نشكر رفيجنا وحبيبنا عبد الله بن صالح، الله يجزيه خير، بيض الله وجهكم وياه، اللي تعنى وطلع لنا هذه الاصوات. هذه النبته شو اسمها مشاهدينا؟ وطبعا ما شاء الله عليكم تعرفون، انا متاكد 99
وتسعة من العشرة انكم تعرفونها. سعود الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور. هلا يا مرحبا يا سعود. ها شو اسمها؟ والله صراحة البحر والله مو بلهناك يا ابو ناصر. بمبارك ما عرفته؟ لا والله اني ما عرفته. وش هذا؟ ان شاء الله انك ان شاء الله انك تعرف تسبح. اي الحمد لله الحمد لله اني اسبح. هاي عبد الله بحر السعد العزيز. طبعا انا كنت بقول لك انه يعني الحمد لله قبل 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 رمضان تحضيراتكم حق رمضان. نعم تحضيرات الحقيقه يعني تحضر بشكل وبعدين بشكل مبالغ فيه اكثر. هو الهدف الاول الاول اي الهدف منه شنو؟ الاجر ما شاء الله. وبعدين اغلب البيوت يعني كل بيت حصل فيه تقريبا في الميال برا 20 30 واحد اللي يوم من وخاصه من المحامل اللي تجي البحاره اي تاخذ الاجر. وكل بيت عنده ضيوف عنده ضيوف بين 30 من 20 من 30. خلينا نشوف احمد ان شاء الله نعرف نبتتنا هذه. احمد الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور. يا مرحبا يا احمد. ها شو اسمه؟ مرحبتين. مبارك عليك. مبارك الله يبارك في عمرك. شو اسم النبته ذي؟ اليراوه. كفو تستاهل 1000 ريال. انا والله كنت ابغى اقول لك مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. تستاهل تستاهل 1000 ريال وعليك بالمبارك ان شاء الله. هذه اليراوه طبعا نبته قطريه وقلنا لكم عنها. وطبعا احلى شيء اللي صارت مع المضروبه الحين هذه اللي موجود في يدي. هذه اللي موجود في يدي هذه يسمونه اخطام اخطام المطيه. هذه من هني يسمونه الاخطام. هذه له اسم انا بها الاسم. الحبل الابيض ذي بس ابغي اسمه. طبعا هذه بعد له سؤال واحنا نبي الحين الحبل الابيض له سؤال. شو اسمه الحبل الابيض؟ شو اسمه؟ هذه الاخطام اخطام المطيه اخطام البعير. بس احنا نبغي الحبل الابيض. شو اسمه؟ عندنا اشياء ما شاء الله. الله يطول عمر ام ناصر ويطول عمركم. مشاهدينا ما قصرت ويانا اليوم ما شاء الله عليها زودتنا بهذه الاشياء طبعا. واحنا جبنا لكم الاخطام بين الاخطام حبل ابيض. وقلت لكم هذه ابي اسمه. هذه في البيئه البريه وموجود على البعير وعلى المطايا. وابغى اعرف الاجابه من عندكم استاذ عبد العزيز. نرجع لك طبعا الله يطول عمرك وسوالف ذكرياتك مع سوق واقف. والله انا حتى واحد ذكرني ببيت شعر يقول وسوق واقف من حولي شامخ والذكريات تمور في وجداني. يا سلام. اي وراح كتبها عند الصراف على صوره من كل واحد يصور البيت الشعر ويصور السوق مع الذكريات الطيبه اللي فيه. خلينا نشوف خليفه ان شاء الله. خليفه بعد يمكن يحب البيت. خليفه الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور. يا مرحبا يا خليفه. ها شو اسم الحبل ذي الابيض؟ ها خليفة معاك. قول لي الحبل هذه شو اسمه؟ اخطام. هذه انا قلت الاخطام لكن هذه الحبل الابيض. بس الحبل الابيض له اسم. حبل الصوف. ها حبل الصوف؟ لا صح ما نبي صوف. خليفة ولا حرير ولا خليفة. خليفة كاكو اكوبا استلعب. انا علي النص وانت عليك النص. انا اقول الصري والباقي عليك. حرفين عليك والباقي علي. الصري يلا عطني حرفين بس. خليفة انت بري ولا بحري؟ والله الاثنين. عبد الله بحر. جماعة هذه السؤال سهل ومعروف. يعني احنا لازم يكون عندنا تنوع في الأسئلة. عندنا برية وبحرية بيئتنا. هل قطر كلهم البر وبحر؟ والحمد لله يعني
لا تقولوا لي ان احنا اهل البحر ما يعرفون، يعرفون، وهي الاشياء سهله طبعا. وهل البر بعد يعرفون ما شاء الله يعني اشياء من البحر، يعني احنا ما نقول ان الاحضري ما يعرف شيء عن البيئه البريه والبيئه الباديه، والبدوي ما يعرف شيء عن هالحضر، لا بالعكس، هالقطر بر وبحر ويعرفون كل شيء. على العموم احنا نبي نسهل لكم، نبي نسهل لكم، خلونا من ذاك، هذاك يمكننا، يمكننا صعب. هذه يا جماعة، هذه هاي اللي قدامي. أم ناصر، سلام عليك يا أم ناصر. عليكم السلام. يا مرحبا. ها شو اسم قصري؟ الله يطول لي عمرك، على صوت التلفزيون عشان أسمع صوتك. بس قصري على الصوت شوية علشان أسمعك. إيه قصرت إن شاء الله. توكل على الله. هاي شو اسمه يا أم ناصر؟ اللي هو الحبل ينقال له، هذا ظاهر إنه هو هو إيش قال لي في البداية، أعطانا تلميح شوي. أنت خليك من هذه، إذا هذه أنا أقول صعب، إنزين هذه أنا أحس إنها أسهل. والله هذا. ها. يعني بسهل لنا شوي بعد. أنا بسهل لك، الله يطول عمرك. أنت عاد بعد شوي. ها هذه بعد هو الدس يمكن. ها الدس؟ لا الله يطول عمرك، هاي ينحط حق المطية. ينحط حق المطية. إيه. ها ها والله العقال يمكن. والله هذه أسامي المطية عندنا، هو اللي يكممون فيه. أم ناصر أعطيك النص. أنا أعطيك أم ناصر النص. لا تعطي النص عبد العزيز. الشم. ها يلا. ها الشم. إيش قلتي أنت؟ صح. أنت وصلتي. عيدي اللي قلتيه. صح ترى اللي قلتيه. والله ما أدري، أقول لك هو اللي ينحط على وجهه هذا، على الشم، على وجه المطية. بحر عبد الله. سباحه بعد. والله ان ما قصر استاذ عبد العزيز، يعني على العموم هذه 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 يا جماعه الاخطام، وهاي الحبل الابيض يقولون عنه صريمه، وهذه حد يقول حكيمة، وحد يقول صريمة، زين. المهم أن هذه الأخطام الحين. سارة الله يمسيك بالخير. مرحبا. يا مرحبا يا سارة، ما شاء الله عليك، من صوتك كناش تعرفي اللي جابه. الله يسلمك. واثقة من نفسه. واثقة. ها شو اسمك يا سارة؟ ها هذه اللي في يدي وش هي؟ الشم. هذه الله يطول لي عمرك. ها هذه تشوفينا، انت تشوفينا عندي على الشاشه يا ما شاء الله. ما اسمع زين. لا تشوفينا على الشاشه. الشم الخطام هذه هاي والملب الشمال. ها شماله حج الناقه. اي نعم بيض الله ويش. تستاهلين الألف ريال. تستاهلين. تستاهلين. هي الشماله طبعا، وحق الناقه مثل ما قالت الوالده الله يعطيها العافيه ويعطيها طولة العمر ويشملون فيها المطية. تستاهل علشان تستاهل احوارها، عشان بكرتها، عشان ما يشرب الحليب. وبعدين اي طال عمرك وعمركم راعي الحلال ويشرب له الحليب، يشرب اللبن. هذه طبعا واحد من أسئلتنا. بعد احنا عندنا سؤال، هذه آخر سؤال، هذه آخر سؤال، وهذه سهل. إذا مريتوا في سوق واقف وشفتوا الناس وحريمنا أمهاتنا اللي يسوون السدو واللي موجودين في سوق واقف، هذه القطعة لها اسم، شو اسمها؟ هذه لها اسم،
شسم هذه القطعة حتى هذه قريبة منها، بس أنا ما بغيتها، أنا أبغي لكم هذه. هي نفس المعنى تقريبا، نفس الاسم، لكن أنا أبغي هذه. سعد عبد العزيز، طبعا إحنا مثل ما قلت لك أسئلتنا خذت في البحر وفي البر، وإحنا نعطي ناخذ ونعطي بر وبحر. نعم أنت الله يطول عمرك بعد، لا تقصر وياهم سعد، وانت ما قصرت يوم بعد شوي شوي. خلي يطلع الفارس نشوف. سالم، سالم الله يمسيك بالخير. مرحبا والله، مبروك عليكم الشهر. الله يبارك في عمرك يا سالم. بشر ان شاء الله انك ما شاء الله سهله اليوم. لا يا اخوي احنا نتمنى، انا من ساعه توهقتني والله مع الاخطام. لا الصريم هذا الاول واحد، والثاني شماله، والحين المغزل. هاي المغزل والله صدقني مفروض اعطيك على كل سؤال ألف، لكن انتيت على اخر سؤال وتستاهل ألف ريال. زي سالم الله يطول لي عمرك، بس للتاكيد للتاكيد هذه الاخطام وهذه الصريمه وسمونها حكيمه بعد. بيض الله ويك. يعني اجابتي انا يوم قلت حكيمه وصريمه زينه يعني صح. صح بيض الله ويك، ما قصرت تستاهل. واشكر مستقبل المكالمات عبد الله. والله يستاهل عبد الله، هو انت تشكره وغيرك يسب ويذم لانه لا لا يقطهم بحر. جزاك الله خير. بيض الله ويك. بيض الله ويك. الف مبروك. ما قصر سعد عبد العزيز. طبعا هذه اسئلتنا، هذه اجواء رمضان عندنا احنا في سوق واقف. احنا تعمدنا ما شاء الله في هالمكان ناخذ ونعطي كل يوم وياي ضيف هالقطار والريايل اللي مثلك شرواك ولا هنون مشاهدين. انا استمتع واستانس وياهم، ناخذ ونعطي. اهم شيء اني ان شاء الله اني ما كنت ثقيل عليك في هالليله. لا بالعكس، احنا ان شاء الله ما كنا، بس على المشاهدين يعني الاثقال الحقيقه، ونشكرهم ونبارك لمن فاز، ونتمنى لمن فاز ان شاء الله التقدم، وان شاء الله بكره مرة ثانية بيفوز إن شاء الله. إن شاء الله. إن مع العسر يسرى. بيض الله ويك سعد العزيز. مشاهدينا هذه أسئلتنا، وننطر الإجابة منكم بكرة إن شاء الله. خلكم معنا في برنامج سوق واقف، ومع السلامة. الله يحفظكم. مع السلامة، حياكم.